والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. بدك تطلع حافظ الموضوع ركز معي، ما رح يجيك سؤال يلي انعجقت يقول لك كيف بصير التفاعلات النووية اللاحقية، هذا صفحتين ثلاث في الكتاب، ما بيجيك سؤال زي هيك. شو بيجيك؟ تعال نشوف. طيب، التفاعلات الضوئية تصنف إلى نوعين، لا حلقية قلنا اللي شرحناه، والحلقية بخمس دقائق بنشرحها. مسار التفاعلات الضوئية لا حلقية، ما راح أقرأ، راح أشرح وش الرسمة، تمام؟ وبعدين أقرأ. يلا طلعوا على الرسمة. يا وين اللي بتطلع على هاي الرسمة بيخاف، بقول لك والله صعبة، شو بدي فهمني إياها؟ تعال أقول لك. يلا ركزوا معي واسمعوني. هذا نظام ضوئي ثاني، فوتوسيستم 2، ها بدي أصغر الخط شوي. وهذا نظام ضوئي اول فوتوسيستم 1، هذا قصده طول 1900 وها 680. شو بيساوي الاستاذ حسام بعيد لنا في الحصه الماضيه عشان تحفظ، بعيد لنا الاستاذ حسام بالحصه الماضيه عشان تحفظ، بدنا نعيدها ب 10 دقائق. ركزوا معي، بيجي الضوء بيسقط على النظام الضوئي الثاني، وفي نفس الوقت الضوء بيسقط على النظام الضوئي الاول، هذا بيمتص ضوء طول 1700، هذا بيمتص ضوء طول 1680. طلع هسه كيف بدك تحفظ، لان اول مره المعلومات كانت صعبه وغريبه، هلا راح تحفظ. طيب قلنا يمتص هذا الضوء او الطاقه الضوئيه جزيء كلوروفيل خاص، اي جزيء كلوروفيل، فتستثار منه الكترونات، فينتج من هذه الالكترونات او بتصير الالكترونات في مستوى طاقه عالي، ثم تنتقل هذه الطاقه من جزيء كلوروفيل او كاروتين الى جزء اخر، حتى تصل في النهايه لمين؟ لزوج الكلوروفيل اللي وين؟ اللي في النظام الضوئي الثاني. هو نفس الشيء، تنتقل من جزء اخر حتى تصل لزوج كلوروفيل في مركز التفاعل او في معقد مركز التفاعل في النظام الضوئي الاول. يعني اللي بصير هون نفسه بصير هون، تنتقل الطاقه من الالكترونات المستثاره من جزيء كلوروفيل حتى تصل هذه الطاقه الى زوج كلوروفيل الف، سواء في نظام ضوئي اول او سواء في نظام ضوئي ثاني. ليش لزوج كلوروفيل الف؟ لانه جزيء الصبغه الوحيد القادر على اطلاق الكترونات مستثاره الى جزيء مختلف، يعني مش الى صبغه زيه، الى جزيء مختلف. مين جزيء مختلف؟ مستقبل الالكترون الاول هون او مستقبل الالكترون الاول اللي هون. حلو الكلام. فلما الالكترونات تروح للمستقبل الاولي، مستقبل الالكترونات الاولي سواء في نظام ضوئي اول او ثاني، ترى الضوء بيسقط على اثنين بنفس الوقت، بس احنا بنبدا بالشرح هيك عشان تفهم. ثم تنتقل هذه الالكترونات في سلسله نقل الكترون. طبعا مثال على سلسله نقل الكترون شيء اسمه سيتوكروم. تعرف كراسي الكروم؟ سايت وموقع، موقع سايت، موقع سايت وكروم، موقع وكرسي كروم. يعني عشان تشخص بدك موقع وكرسي كروم عشان تكون قاعد فيه، سايت كويس هيك احفظها ملقى الذاكره. سايتوكروم، سايت موقع وكروم. هاي سلسلة نقل الالكترون بتصير تنقل الالكترونات عبر السلسلة حتى توصل هذه الالكترونات لوين؟ لو زوج كلوروفيل الف في النظام الضوئي الاول. ليش؟ عشان تعوض الالكترونات المستثارة من زوج كلوروفيل الف في النظام الضوئي الاول. طب هاي الالكترونات المسخمة اللي استثيرت من زوج كلوروفيل الف في النظام الضوئي الثاني، هاي المسخمة مين بده يعوضها؟ هاي راحت الالكترونات لا فيرودوكسين، واستخدمت في اختزال NAD بلس NADPH في اللحمة، زائد H بلس موجود في اللحمة. هذا اللي جوا هذا فراغ الثيلاكويد. طيب فالالكترونات اللي استثيرت من النظام الضوئي الأول راحت لسلسلة نقل الإلكترون وتحديدا لبروتين فيرودوكسين. فيرودوكسين قال لها روحي يا الكترونات، هاي فيريرو، هاي شوكولاتة فيريرو، بده يغريها، وروح استخدمي حالك. يعني مش زي هون بس اعطت طاقتها وراحت عوضت الالكترونات، يعني انتقلت من مستوى طاقه اعلى الى اقل في سلسله نقل الالكترون، وراحت عوضت الالكترونات المستثاره من نظام الضوء الاول زي هاي. لا، هاي راحت وين؟ على بروتين فيرودوكسين اللي قال لها استخدمي حالك، يعني ضحي بنفسك في اختزال NADP بلس NADPH. طبعا زائد H بلس هذا اسمه التفاعل الاختزال. حلو، تتذكر المعادلة NAD بلس زائد 2 الكترون زائد H بلس بعطينا NADPH. جميل. طب السؤال، الكترونات النظام الضوئي الثاني هاي اللي استثيرت من جزيء كلوروفيل الف في النظام الضوئي الثاني، من وين اجت؟ من وين عوضت؟
من تحلل جزيء ما. جزيء ما لما تحلل بيعطيني 2 اتش بلس عشان يخفي فراغ الثاني لكون دائما الاتش بلس تركيزه اعلى. هون تركيز الاتش بلس اعلى وفي اللحمه الاتش بلس اقل. ونص او2. طب عشان اطلع او2 كامل بدي 2 اتش 2 او، وبالتالي اطلع 4 اتش بلس و4 الكترون. هلا مش مطالبين بعدد، المهم احفظ المعادله انه ذره الاكسجين ما بصير تطلع، بدي اطلع جزيء اكسجين، عشان اطلع جزيء كامل اكسجين بدي جزيئين ماء يتحللوا. طب استاذ الالكترونات اللي انتقلت في سلسله نقل الالكترون مثل السيتوكروم من النظام الضوئي الثاني وانتقلت لمركز التفاعل وزوج كلوروفيل الف في النظام الضوئي الاول، اثناء انتقالها تفقد طاقه، طاقتها هاي تستخدم، هذا تستخدم نفس اللون، طاقتها هاي تستخدم في نقل ايونات الهيدروجين من الاقل تركيز في اللحمه الى الاعلى تركيز وين؟ في فراغ الثيلاكويد. والله نفس الرسمه اللي قلناها. تمام، اذا انت تبدا بالرسمه من هون. حلو، وهاي البروتونات تيجي انزيم انتاج اي تي بي، اي تي بي سنتيز، بقولها انا برجعك على اللحمه ما عندي مشكله. برجعك على اللحمه بعمليه اسمها اسموزيه كيميائيه. بس بشرط تعطيني طاقتك عشان احول الاي دي بي مع البي اي احولهم لاي تي بي. نفس الفسفرة الاكسديه نفسها. هناك نقلنا الالكترونات في سلسله نقل الالكترون واستخدمت في نقل البروتونات من حيز بين غشائي الى الحشوه، اسف، من الحشوه لحيز بين غشائي، ولما رجعت الالكترون البروتونات من حيز بين غشائي الى الحشوه اللي اعلى تركيز لاقل تركيز فقدت طاقتها. اذا هون قلنا اتش بلس اعلى تركيز، بدي ارجع للحم الاقل تركيز في الاتش بلس، ما هي كلها لحمه هيك، هي كلها برا لحمه. هذا جوا اللي جوا الغشاء، هذا جوا رغيف الخبز، جوا فراغ الثيلاكويد. فالاتش بلس اوكي لما رجعت اعطت طاقتها بعمليه اسمها اسموزيه كيميائيه، لانزيم اي تي بي سنتيز، هي هذا اللون الاخضر ليحول الاي دي بي لاي تي بي. اما الالكترونات اللي انتقلت واستثيرت من زوج كلوروفيل الف في النظام الضوئي الاول فاستخدمت في ايش؟ اختزال. اختزال مين؟ اختزال الان اي دي بي بلس لان اي دي بي اتش، وهي نواتج الطاقه اللي بتلزمني عشان التفاعلات المظلمه ونحول السي او2 الى سكر الجلوكوز زي ما قلنا، هذا راح ناخذها في حصص قادمه. اذا لو جاني سؤال وزاره ما المستقبل النهائي للالكترونات شو بقول له؟ ان اي دي بي بلس في البناء الضوئي. مين اللي وصلها لان اي دي بلس؟ الفيرودوكسين، لان اعطاها ايش؟ شوكولاته الفيريرو، يلا يلا نط مع على الان دي بلس انت والاتش بلس واختزلي. قالت لا ما بدي، كيف حفزها؟ اعطاها شوكولاته فيريرو هيك اتذكره، جاب لها من الدكان فيرودوكسين، دكان هيك فيرودوكسين. تمام، اذا مستقبل النهائي، واحد بقول لي فيرودوكسين مستقبل النهائي الالكترونات، لا، فيرودوكسين هو اللي اخذها نقلها وقال لها روحي لوين؟ لمستقبلك النهائي الان اي دي بي بلس وتحولي لان اي دي بي اتش. اذا لو سالتك من اين، يلا طلع سؤالين هيك بيجي سؤال، من اين تم، ما بدي اشطب كل شيء، واسالك ما مصير الالكترونات، اسمع السؤال، المستثاره في النظام الضوئي الثاني وما مصير الالكترونات المستثاره في النظام الضوئي الاول. طبعا هي المستثاره من جزيء الكلوروفيل في مركز التفاعل في النظام الضوئي الثاني او الاول. الالكترونات المستثاره في النظام الضوئي الاول تنتقل لسلسله نقل الالكترون ثم بروتين فيرودوكسين الذي ينقلها الى مستقبلها النهائي الان اي دي بي بلس لتختزل الان اي دي بي بلس الى الان اي دي بي اتش، طبعا بوجود الاتش بلس في اللحمه. تمام، اما الالكترونات المستثاره من زوج الكلوروفيل الف في النظام الضوئي الثاني فتنتقل عبر سلسله نقل الالكترون مثل السيتوكروم لتعوض الالكترونات المستثاره من النظام الضوئي الاول، لان هاي الالكترونات المستثاره من النظام الضوئي الاول راحت هي وحالها، يعني زدت حالها على ال ان اي دي بي بلس لتختزل الى ال ان اي دي بي اتش. طب استاذ، واثناء انتقال هذه الالكترونات في سلسله نقل الالكترون تفقد جزء من طاقتها لنقل مين؟ لنقل ايونات الهيدروجين من اللحمه الى الحيز بين غشائي الاعلى تركيز، هذا اقل تركيز لان عمليه نقل نشط. اذا الطاقه اللي اللي فقدتها الالكترونات اثناء انتقالها في سلسله نقل الالكترونات، اي الالكترونات اللي استثيرت من النظام الضوئي الثاني وراحت للنظام الضوئي الاول، استخدمت جزء من طاقتها في نقل ايونات الهيدروجين او البروتونات، بصير اقول ايون هيدروجين او بروتون، الى فراغ الثيلاكويد، عشان هذا البروتون لما يرجع يطلع للحمه من اعلى تركيز للاقل تركيز
انزيم انتاج اي تي بي، اي تي بي سنتيز، بقول له اعطيني طاقتك عشان احول الاي تي بي مع البي اي لاي تي بي. هاي نقل بعمليه اسمها اسموزيه كيميائيه. تمام. طب لو اجاني ما مش ما مصير ما مصدر تعويض، ما مصدر تعويض، او من اين يتم تعويض الالكترونات المستطاره في النظام الضوئي الاول والالكترونات المستطاره من النظام الضوئي الثاني؟ سائل، الالكترونات المستطاره من النظام الضوئي الاول يتم تعويضها من الالكترونات المستطاره من النظام الضوئي الثاني، واللي انتقلت الى عمل سلسله نقل الالكترون. اما الالكترونات المستطاره، كيف صار الموضوع سهل؟ قلت لكم هسه رح تفهم مظبوط. اما الالكترونات المستطاره من النظام الضوئي الثاني فيتم تعويضها من تحلل الماء. اوعى تقول لي الماء، بتقول لي تحلل الماء. شو تحلل الماء؟ انه ال H2O بيعطي 2 الكترون ماينس، تروح بتعوض الالكترونات اللي استثيرت من زوج كلوروفيل الف في النظام الضوئي الثاني، و2 H بلس ونص O2. طب 2 H بلس وين بضل؟ هنا. طيب عشان هيك تركيز هون دائما اعلى تركيز ال H بلس جوا فراغ الثيلاكويد. ونص O2، طب عشان اطلع O2 كامل يا وليد بتضرب كل شيء باثنين، يعني بدي جزئين ماء. اذا جزيء الماء بيطلع ذره اكسجين واحده، مش يعني نص O2 يعني اكسجين واحد. طب عشان اطلع O2 كامل بدي جزئين ماء، مو اثنين H يعني 4 H، واثنين هو ما دام 4 H يعني 4 الكترون، مش مطالبين بالعدد. تمام استاذ. هاي التفاعلات شو اسمها؟ ضوئيه لا حلقيه، ضوئيه لا حلقيه.